ما كاينش اللي تسوقنا ولا خرج عندنا ولا قالنا شكونكم نتومايا ولا مالكم ولا اش بغيتو. ضروري وضروري. شوفوا يا خويا حوايج كتحطهم كلشي كيحط حوايجاته في بلاصه واحده. اه كاين البيت تاع الماكله كناكلوا فيه كاملين، كاين البيت تاع الحوايج كنحطوا فيه حوايجاتنا كاملين، كاين البيت تاع البدل كنبدلوا فيه كاملين. ضروري غنخالطوا بعضياتنا، ضروري كنخالطوا بعضياتنا في اي حاجه، كنخالطوا بعضياتنا ما على شي حاجه. حنا ضروري بغينا نديروا التحاليل، عندنا وليداتنا، عندنا بزاف د الحوايج في الدار، حنا خارجين من ديورنا قاعدين غير في الزنقه. بغينا التحاليل، كنطالبوا هاد الشركه التحاليل، ملي يكون الحوت يحلوا الباب وملي ما كاينش حوت حنا المرض نقعدوا لهم هنا. خويا انا هاد السيده كنعرفها وكنعرفها مزيان، كنعرف عائلتها، كنعرف ولادها، وكانت واحد المده مني يلا جات كيفاش تزوجت، كانت تزوجت صغيره مسكينه ولدت الوليدات وكافحت عليهم وسكنت تقريبا واحد 10 سنين وهي ساكنه حدانا قبل لا تحول مده شي 15 عام هذه باش تحولت. كانت واحد الانسانه اش غادي نقول لك، واحد الانسانه زعما انا مني سمعت هذا الخبر فجيعه. زعما هاد السيده عمرني ما شفتها مخاصمه مع شي حد، ما عمرني شفتها زعما قايله شي كلمه خايبه لشي حد، كتمشي لراسها كتجي لراسها كتخسر عليك ديك السلام عليك. كنعرف واحد الانسانه زعما اللي هي ما راتش عيني بحالها زعما من ناحيه الاخلاق كل شيء فيها اخلاق، مرا درويشه مكافحه هي وراجلها، الله يرحمها والله يرزق عائلتها الصبر. واش غادي نقول لك انا زعما هذا الشيء ما صدقتش. وانا بعدا ما صدقتش مني قالوا لي السيده راه ماتت الصباح، انا فشلت ما بقيتش عرفت ما ندير، ما صدقتش. السيده مشات قدامي انا كتبانوا لي هذيك النهار مني جاوبها يدوها غادية على رجليها هازة الصاك ديالها بخير وعلى خير، مرا بخير ماشي زعما شي مرا عيانة ولا فيها ما عرفتش ما تفهمش ليا والله ما تفهم ليا مسكينة والله يرحمها والله يغفر لينا ولاها. مرا زعما كنهزها على الرقبة ديالي، أنا عمرني ما سمعت منها شي كلمة عيبة. سكنت معانا في الدرب كانت حدا الوالدة عدي الله يرحمها، كل شيء كيشكرها بخير، كل شيء بخير، ولادها بخير، عندها بنياتها، عندها ولدها، عندها راجلها مكافحه عليهم. صدمنا انا ما طيقتش مني قالوا لي فلانه ماتت مع الصباح، ما طيقتش وبقيت تاكدت. ودليل على هذا الشيء دليل على الاخلاق ديالها وهذا الشيء اللي قلت فيها، الدليل هو هذا النهار اليوم كبير عبد الله، نهار كبير عبد الله وماتت في هذا النهار. ماشي ماتت ما سبحان الله العظيم، ماتت نهار الجمعه، والجمعه راه كتعرفها واحد النهار اللي هو عبد الله كبير. وزعما هاد الانسانه راها قلت لك طيبه، من اطيب الناس، من اطيب الخلق، ما عمرني شفت فيها شي عيب. انا عديت تقريبا 60 سنه وهي عندها 46 عام، وسكنت حدايا واحد 10 سنين وما يزيد عليها، ما عمرني شفت فيها شي كلمه العيب والله يرحمها ويوسع عليها هذا مكان.